السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا هذا التطبيق اليوم اللي راح أشرحه، هذا تطبيق راح يمكنك من ربح مبالغ مالية كبيرة جدا بدون ما تساوي أي شيء، فرجاء انتبه للشرح جيدا وانتبه شلون راح أشرح لك طريقة أنه تربح من خلال هذا التطبيق، وهذا التطبيق موثوق جدا بنسبة 100%. طبعا راح أدخلكم على واجهة التطبيق، ندخل على واجهة التطبيق. بعد ما دخلنا على واجهة التطبيق تدخل هنا وتسجل إما عن طريق الفيسبوك أو تسجل عن طريق الجوجل. طبعا التطبيق سهل جدا، عندك طرق عديدة تربح منها، إذا ضغطت على هذا الخيار راح ينطيك الطرق اللي أنت ممكن تقدر تربح منها. طبعا لازم تربح الباور، الباور يتحول إلى نقاط. أول شيء عندك دعوة الأصدقاء، على كل دعوة صديق تربح 10,000 نقطة. تمام، ريد أن بوست، تقدر تقرأ أو تنشر منشورات وراح تحصل أيضا على نقاط من خلال هذا الشيء. الصديق اللي تدعي انت ورما تحصل 10,000 نقطة، تقدر ايضا تاخذ 10% من ارباحه بدون ما يتأثر عليه، اي انه مثلا صديقك دا يربح نقاط انت ايضا راح تربح نقاط ويا صديقك. نرجع الى البرنامج، البرنامج كل يوم يقدم 4 بيت كوين ما يعادل 25,880.36 دولار، تتقسم على جميع اللي موجودين. طيب بعد ما ندخل على البروفايل، عندك هنا تقدر ريفيلر فريند، نظام حالة خلينا نقول، مثل ما تشوف ينطيك 10,000 باور وينطيك 10% من صديقك، تضغط على الانفايت وراح ينسخ وياك الكود، وايضا تقدر تنشره على اي موقع تواصل اجتماعي انت يعجبك سواء يوتيوب او غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي. نجي على طريقة الربح وكيف نتفاعل. مثل ما تشوفون انا عندي هنا 0 باور، طبعا محدد لك 2000 اكثر شيء تقدر تاخذها من قراءة المنشورات، فقط انه تضغط على المنشور ريد، يعني انه تقرا المنشور وتنزل الى الاسفل، بعدها تنزل الى الاسفل. طريقه سهله جدا جدا يا شباب، يا ريت تتابعون الشرح اول باول واخر باخر، راح انزل لكم حتى الدفعات مال هذا التطبيق كيت ريد باور. مثل ما تشوفون طاني 100 نقطه، ايضا ترجع على اي بوست ثاني فقط انه تقرا، تنزل ايضا على الباور حتى لو ما قريته، جيت باور لحد ما تحصل الليمت، لانه هو معطيك ليمت باليوم تقدر انه تحصل هالجيت باور، خلاص بعد ما ينطيك الا عن طريق الاحاله. مثل ما تشوفون هنا صار عندي 2، اذا اجي اضغط عليها هذا الهيستوري ما تجي قد انا محصل من بدايه دخولي للبرنامج. خلونا نشوف الويذدرول والت ما تجي قد زي ما تشوفون، هذا البيتكوين اللي انا محصله خلال يوم واحد 90 سنت، مع العلم انه انا ما اشتغلت على البرنامج هوايه، فانطاني 90 سنت بمجرد انه فقط قريت البوستات. عندك ايضا تقدر تنزل بعد. طبعا هذا السلايد شو هنا اخر الاخبار اللي ينشرونها، تابعها اول باول، واذا ما تعرف انجليزي عادي انسخها بنسخ، وتقدر توديها للمترجم وتقراها. وهنا عندك تقدر تكتب، اما تكتب لك منشور او تخلي لك رابط، وايضا اذا الناس تفاعلت ويا هذا الشيء ايضا راح يجيك باور وراح يجيك من وراء فلوس. طيب كيف تحصل هاي الفلوس؟ بعد ما يخلص هذا الوقت العداد ترجع تدخل على بروفايلك، يطلع لك هنا نافذة منبثقة كولكت، يعني اجمع، تضغط عليها وراح ينضافهم بالوالت الخاصة بك اللي هي هنا. طبعا البرنامج سهل جدا وافضل برنامج للربح يعد لحد الان، وما تضطر انه تنزل برامج او تسوي غيرها من الاشياء، فقط عليك انه تدعي اصدقاء او تسوي ريد للمنشور مثل ما قاعد نسوي، وتاخذ الباور من عنده. بعد ما يقول لك وصلت الليمت او ما تطلع لك هاي انه تاخذ نقاط بعد هاي الكلمة، فاعلم انه انت وصلت للحد المطلوب وما تقدر بعد تحصل باور الا لليوم الثاني بعد ما تجمع ارباحك وتنضاف للوالت، بس تقدر عن طريق احالة الاصدقاء تجمع الليمتد، يعني شيء ما محدود، ما محدد لك اياه. هذا هو البرنامج، اتمنى ان شاء الله يعجبكم، اذا عندكم اي سؤال او اي استفسار يا ريت تراسلوني على الخاص.